لو الزغيل عندك بتفقس، الاهالي مش بتاكلها او بتاكلها اكل خشن من اول يوم. تعال نشوف الفيديو ده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبتدي الفيديو مع بعض، وهو الاضاءة الصحيحة للحمام، ازاي تنور الحمام. طبعا الحمام في الطبيعة لازم يشوف النور، يشوف النهار ويشوف الليل، بيجي عليه ليل ونهار، ده الطبيعي في الحمام. لكن كلنا بننور الحمام بالليل علشان لما نرجع من شغلنا بنسهر مع الحمام، نعمل اللي احنا مش عارفين نعمله بالنهار بنعمله معاه بالليل، عشان كده احنا بننور الحمام. طب هقول لك ليه احنا بنعمل وبننور، ايه ضروري تنور عشان ايه، والمهم قوي انك تطفي علشان ايه. ولو سبت حضرتك النور منور طول اليوم، ايه الاضرار وايه الفوائد؟ طيب هنبدأ بالفوائد. الفوائد طبعا اننا بنقضي وقت مع الحمام بالليل، ننظف للحمام، نتابع الحمام، او حتى بنسهر عند الحمام، احنا بنحب نقعد عند الحمام او نتابعه او نبص عليه. تاني حاجة ان احنا بنأكله ونسقيه ونعطيه علاجه ونفرز البيض. فرز البيض بالليل مفيش احسن منه، ان انت لما تطفي النور وتحط كشاف على البيضة طبعا هتشوفها كويس جدا، افضل طبعا من بالنهار. عندك حمام طبعا معاه زغاليل، بتطلع تأكل الحمام بالليل علشان الحمام يأكل ويأكل زغاليله، لان طبعا الحمام المنتج، الحمام الحضان، الحمام اللي معاه زغاليل لازم يأكل مرتين، ما ينفعش تأكله مرة واحدة زي الحمام اللي هو ما معهش زغاليل. يبقى لازم يكون عندك نور في المكان بالليل عشان الحمام ياكل ويأكل الزغاليل ويعرف يتحرك في المكان. او في مثلا الحالة بقى اللي لازم تنور فيها بالليل طول الليل، الحالة الوحيدة اللي لازم ما تطفيش فيها النور، ان انت يكون عندك في فيران بتاكل الزغاليل او تاكل الحمام، او عرسة او بومة او صقر. يبقى في الحالات دي لازم تنور من اول الليل علشان الحمام يقدر ان هو يتحرك، ان هو يدافع عن نفسه، او حتى ان هو يهرب. يبقى لازم الحمام يكون شايف، لان الحمام لو حد هاجمه بالليل مش هيعرف يدافع عن نفسه. وانت لو جيت حتى تمسك فرد حمام بالليل برضو الحمامة مش هتعرف تطير، فانت بنطفي النور عشان نمسك الحمامة دي. يبقى السبب الاساسي ان احنا بننور عشان اللي هي البومة والصقر والفار والعرسة، ان هو يدافع عن نفسه لو المكان مفتح يعني. لكن لو المكان مقفل بسلك كويس يبقى هقول لك تعمل ايه. طيب كده يبقى الاضاءة مطلوبة ولكن لها اضرار. الاضاءة في طول الليل لها اضرار، هقول لك الاضرار. الاضرار اول شيء ان الاضاءة ليلا ونهارا، الاضاءة بالليل وبالنهار بتعمل ايه؟ بتلخبط الساعة البيولوجية عند الحمام. ازاي بتلخبط الساعة البيولوجية عند الحمام؟ يعني اقول لك ازاي، اصبر عليا كده هتعرف الموضوع ازاي. الحمام لما ما بيبقاش عارف الليل من النهار، طب الحمامة هتعرف ان هي لما ترقد على البيض، الحمام عايزة تعد 18 يوم. هي عايزة في ايه؟ ان هي تعد ليل ونهار. هتفرق معاها في ايه؟ هقول لك ازاي. الحمامة اللي راقدة على البيض، وهنشوف دلوقتي الحمام اللي راقد على البيض، بيرقد 18 يوم. فالحمام بيعرف الليل من النهار ازاي؟ الحمامة من وقت ما رقدت على البيض وهي بتكون اللبة لمدة 18 يوم، اللبة او اللي هو بيسموه التلبين، اللي هو زي لبن الام. فالحمامة بتكونه، الذكر او النتاية بيكونه من اللبة ده اللي بيأكلوه للزغاليل من اول يوم، زي ما قلت لحضرتك كده، من اول يوم في الزغاليل. طبعا دول اكبر، لكن ده مثال يعني. فانت لو لقيت الحمام عندك بيأكلوه اكل خشن في اول يوم، تعرف ان عندك الحمام متلخبط، معرفش يعد كويس. طالما ان هو البيض بتاعه رقد عليه 18 يوم بالتمام، يبقى لازم كون اللبة او التلبين اللي هو بيأكله للزغاليل تقريبا من عمر يوم، 5 ايام، اسبوع، يبدأ يخشن شوية شوية لحد ما يأكله الاكل الخشن. ده بيبقى سببه الإضاءة اللي حضرتك منورها، وخاصة لو إضاءة شديدة. طب هنشوف كمان نعمل إيه.
يبقى السبب في اللخبطة دي ان الحمام معدش الايام كويس، ان هو معدش ال 18 يوم، بتنور مرة تطفي مرة، لما بتطفيش النور على طول، النور منور ليل ونهار، فهو معدش عارف الليل من النهار، فكده بيقوم يلخبط في موضوع اللبة ده، فبيأكل الاكل الخشن من اول يوم. الاضاءة الشديدة في المكان كمان لها اضرار، ان هي بتخلي الحمام في المكان هايج وعصبي، الحمام تحس كده ان الحمام اعصابه تعبانة في حالة هياج، وبيعمل معارك كتير مع بعضه، تلاقي الحمام قاعد، لو الحمام سايب مع بعضه تلاقي فيه معارك، او الذكر بيضرب في النتاء، ما انتش عارف فيه ايه وايه السبب، الحمام عنده حالة من الهياج بسبب الاضاءة الشديدة. طيب انت كده حيرتنا، ننور ولا نطفي، مش عارفين، ما قعدناش عارفين نعمل ايه. طيب شوف، انا بقول لك، شوف انا منور النور الشديد ده وقت التصوير بس، اللي شايف انت النور الشديد ده، فانا منور دلوقتي تقريبا حوالي 5 لمبات منورين كويس عشان الفيديو يطلع واضح بس، لكن بعد كده انا بطفي النور، وبطفي النور او اسيب لمبة واحدة يكون نورها خافت يعني بالليل، او لو المكان مش داخل عنده نور، الحمام مش داخل عنده نور بالنهار، نور كمان بالنهار، يبقى لابد اذا من دخول النور بالنهار والحمام يشوف الشمس، مهم جدا جدا الحمام يشوف الشمس يا جماعة. طيب لو بنطلع نأكل بالليل وبنقعد مع الحمام شوية بالليل، وبنطفي النور، نرجع نطفي النور وانت نازل، نازل تنام، تقوم ايه شايل الفيشة بتاعت اللمبة او طافي مفتاح النور وتطفي على الحمام، قاعد الحمام في العتمة ماشي كويس صح، لكن هقول لك استنى لحد ما الحمام يرجع، لازم تستنى لحد ما الحمام يرجع لزغليله والبيضه وبعدين يطفي النور. الافضل انك تطفي النور من 6 ساعات الى 8 ساعات يوميا، يعني انا بطفي النور وانا بطلع وبطلع بالليل كل يوم حوالي الساعة 12 ببدأ انور النور واكل، واسيب النور ما ينور لحد الصبح، لكن طبعا لمبة ما تكونش شديدة، لمبة تكون بتنور نور خافت، ان الحمام يشوف وما يكونش اعصابه هيجة، يبقى كده الحمام مثلا احنا دلوقتي في الشتاء خد من الساعة 5 للساعة 12 كلها ايه ليل، يبقى الحمام شاف الليل، احنا نورنا له بدري شوية ما فيش مشكلة عشان يأكل الزغليل، لان الليل طويل يأكل زغليله والزغليل ما تخسش وترجع تاني حجمها يبقى كويس يعني. وراعي ان اللمبة ما تكونش لمبة جديدة، يكون لمبة نورها خافت، اللي انت لو انت هتسيبها طول الليل الحمام يشوف ياكل ويشرب ويأكل الزغليل ويرجع لبيضه في النور. طيب ليه انا قلت لك لو انت هتطفي النور ما تطفيش وانت نازل، ده في ده غلط، ما تطفيش النور على طول، لازم تستنى شوية يعني، تقفل الباب وتستنى شوية برا لغاية ما الحمام ياكل ويرجع للبيض والزغليل، لان ممكن البيض ما يفقس لما الحمام مش هيرجع لبيضه، انت طفيت النور الحمام مش هيشوف يرجع للبيض، وده اللي بيعمل بيسبب اللي بنقول عليه كبس البيض في الزغليل، والزغليل تموت جوه الجنين او بتنقر وما بتقدرش تطلع، لان انت طفيت النور البيض سقع طول فترة الليل اللي انت او البيض برد منك لغاية ما انت النهار طلع عليه يرجع للبيض مرة تانية. يبقى ما ينفعش ننور النور على طول او نطفي النور على طول او نخلي النور شديد طول الليل على الحمام. طبعا انا عملت الفيديو ده ردا على سؤال جالي في التعليقات اللي قال لي ايه الاضاءة الصحيحة للحمام. طبعا زي ما قلنا الظروف بتختلف اهو على حسب انت مربي ايه، لو في مكان مفتح وخايف من البومة تيجي بالليل تاكل او الفيران او العرسة، يبقى هتنور النور طول الليل مضطرا، لكن ما تخليش اللمبة شديدة. ولو انت مقفل بسلك زي ما انا مقفل الشبابيك كده، اطفي النور مثلا من اول الليل زي ما قلنا للساعة 12 بالليل او وقت ما انت بتطلع، احسبها انت نظمها مع نفسك الوقت المناسب ليك، المهم الحمام يشوف الليل من 6 الى 8 ساعات الحمام فيهم يشوف الليل، ويكون ده الافضل. بكده اكون خلصت، ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.